كتاب اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي. أحب لغتي العربية لأنها تجعلني أتواصل بيني وبين العالم من حولي، أتعلم لغتي وأدرك من أنا ومن أكون. نتعلم في هذه الرحلة مجموعة من القصص والتدريبات الشيء، ونتكلم عن حياتنا اليومية، فوزك في مسابقة أو قضاء يوم مع أسرتك وأصدقائك، كيف تهتم بنفسك، كيف تمارس الرياضة وتأكل الطعام الصحي. تخيل نفسك عندما تكبر، تحدث عن مهنتك المفضلة التي تود أن تعمل فيها. تأمل الكون من حولك، أين نعيش، انظر إلى السماء، القمر، الشمس، النجوم، الكواكب، أين تعيش في العالم، ما هي مدينتك، هل يمكنك أن تعيش في مكان آخر، هل يمكنك أن تصنع شيئا آخر. كل هذا سنتعلمه في كتاب اللغة العربية. سنتعلم الكتابة والقراءة والقواعد، ستكون رحلة شيقة، ما عليك إلا أن تجتهد في تحصيلها.